الوحدة الثانية تتكلم عن القطوع المخروطية. القطوع المخروطية طبعا هي أشكال هندسية ناتجة من تقاطع سطح مستوي مع قطع مخروطي. فالدرس الأول يتكلم عن القطوع المكافئة. القطوع المكافئة سبق أن احنا درسنا حالة منها اللي هي الدالة التربيعية. الدالة التربيعية اللي تكون بهذا الشكل سواء للأعلى أو للأسفل. طبعا بشكل عام ممكن تكون أيضا مفتوحة لليمين أو لليسار. أول شيء شنو معنات القطع المكافئ؟ في هالفيديو بس بنشرح بشكل سريع شنو معنات القطع المكافئ. القطع المكافئ هي مجموعة النقاط في المستوى التي يكون بعد كل منها عن نقطة معطاة تسمى البؤرة، مساوية دائما لبعد بعدها مستقيم معلوم هو الدليل. يعني أنا عندي مستقيم هني، هذا مستقيم، وفي عندي نقطة اسمها البؤرة. فأي نقطة تحقق أن المسافة تكون ما بينها وما بين البؤرة والمسافة العمودية عن الدليل راح تكون مسافة متساوية. يعني هذه مسافة متساوية. لو أخذت نقطة ثانية أيضا مثلا هني، هذه المسافة راح أيضا تساوي هذه المسافة. فهذه النقاط، احنا لو كملنا هذه النقاط أوجدنا كل النقاط في المستوى اللي يكون البعد عن هذه النقطة الثابتة اللي هي البؤرة يساوي البعد عن هذه البعد بين النقطة والبؤرة، والبعد بينه وبين هذا المستقيم إذا كانت الأبعاد متساوية، فهذه النقاط بتشكل لنا شكل نسميه القطع المكافئ. طبعا الشغلة الثانية عناصر القطع. شنو عناصر القطع المكافئ؟ فأول شي قلناه في التعريف إن عندي نقطة اسمها البؤرة، وهذا المستقيم اللي هني هو الدليل. طبعا هني عندي نقطة هي نقطة الرأس اللي هي تكون في منتصف القطع المكافئ. لاحظوا نفس الشيء، هذه النقطة البعد ما بينها وما بين البؤرة وبينها وبين الدليل يكون متساوي. بعدين راح نقول هذه المسافة كم تساوي. شنو عندي بعد غير الرأس دليل بؤرة؟ في عندي محور التماثل. محور التماثل هو الخط المستقيم اللي يكون في المنتصف أو يكون ينصف لي هذا الشكل إذا نصفين متساويين ويكون عنده في تماثل في المستوى. يعني أي نقطة هني راح تكون في لها نقطة في الجانب الآخر. فهذه المحور نسميه محور التماثل. طبعا هذا الشكل هني عندي القطع مفتوح للأعلى. ممكن نحن نقول هني مثلا كذي رسمة قطع أفقي. نفس الشيء هني هذا نسميه هذا الخط أو الخط المستقيم، هذا يكون محور التماثل اللي ينصف لي الشكل إلى نصفين متساويين أو متماثلين. في عندي بعد الوتر البؤري. شنو هذا الوتر البؤري؟ الوتر البؤري هو القطعة المستقيمة اللي تمر بالبؤرة والعمودية على محور التماثل. هاي طبعا احنا قلنا مثلا لو كانت البؤرة هني داخل، هذه القطعة المستقيمة اللي تمر بالبؤرة وتكون عمودية على محور التماثل، يعني هذه هني عندي زاوية قائمة، هذا اسميه الوتر البؤري. في ملاحظات، الطرفين مال الوتر البؤري، لاحظوا هذا الطرف، الطرفين مال الوتر البؤري هني وهني يكونوا موجودين على القطع المكافئ. والشغلة الثانية ان البؤرة ايضا تكون على محور التماثل. لاحظوا البؤرة هني واقعة على محور التماثل وايضا في منتصف الوتر البؤري. يعني انا حين اذا عرفت ان هذه المسافة 2، هذه المسافة ايضا راح تكون 2، فهي في منتصف الوتر البؤري. فهذا بشكل سريع شو معنات قطع مكافئ، شنو عناصر قطع المكافئ، وبعض الملاحظات عليه.